لكنها مسألة صناعة الأزمات مبكرا. ده كان كل ما في الغربال. ودلوقتي بعظمة لسانه بكل الود والوداد، احنا على ميعاد، احنا على ميعاد مساء الجمعة، الأهلي والوداد استاد القاهرة، فيكتور جوميز الجنوب أفريقي حكم المباراة، وغربال الجزائري يجلس في غرفة الفار. ده الاستعداد للقاء الوداد بكل الود والوداد، لأن الحقيقة العلاقة الطيبة جدا للأهلي مع الوداد. الأهلي سبق كل هذه المواقف من أول ما الوداد اتكلم هو والرجاء مع الاتحاد الأفريقي عن تأجيل نصف النهائي للظروف اللي كانوا بيمروا بيها. الأهلي لو تتذكروا هو من بادر بتقديم كل العون والموافقة على تأجيل أو إرجاء المواعيد حتى هذا الموعد. المسائل سايبة صدى جيد جدا. السفير المغربي في أو سفير المصري في المغرب يتحدث عن طيب العلاقة والمردود الرائع اللي تركته بعثة الأهلي. الشمال الأفريقي، تونس، جزائر، المغرب، تحديدا المغرب أكتر شوية، بيحبوا المصريين. وكنا لما نروح نلعب فكنا، انت عارف الواحد لسانه تطلع بره بيتعوج زي البلد. أيوة. فتبتدي عايز انت تخش تشتري حاجة، تبتدي ايه، قال يعني انت ايه عشان تفاهم اللي قدامك، تبتدي تتكلم زيه بالزاف. فكان يقولوا لنا ايه، انت مصري، احكي مصري. مصري احكي مصري، حبوا يسمعوا اللهجة المصرية جدا من الافلام والفن بتاعنا. وكنا في تونس وانت حضرتها، ما تركبش، ما حد يقول لك اغني لك لعبد الوهاب. أيوة. اغني لك كل سواقين التاكسي بيحبوا يغنوا. أيوة. وسيد بكاو كان بيروح في رمضان. اذا من خلال القوة الناعمة بتاعتك انت قريب من قلوب الشمال الافريقي. مؤكد ان طبعا طابع المنافسة بيخلي احيانا ان المصالح تتعارض، لكن لا تمس الود. يعني في الاخر هم الناس فاهمة وانت فاهم، بدليل ان ازمتك مع الجزائر الكبرى في الكورة، ولا كانت بفعل فاعل حقيقة. أيوة. نتيجة سوء تصرف وسوء تقدير اتعملت ازمة، لكن سرعان ما دابت في اطار العلاقات اللي بكلمك عليها دي. صحيح. شمال الافريقي متلاحم، بنحب بعض، لكن المنافسة قوية، لان هو كده، هم اقوياء واحنا اقوياء. الجزائر، تونس، المغرب، لا، وتخش معاها ليبيا، وتخش يعني انت في منافسة، لكن انت بتحتفظ بكل الود. والدليل هو الوداد اسمه ايه؟ الوداد من ايه؟ وداد ام كلثوم. ايوه. وهم قاعدين، انت حكيت القصة دي. أيوة. قاعدين بيسموا النادي، فقال لهم والله انا زغروته طلعت، كنت بتفرج على الوداد، فيلم وداد بتاع ام كلثوم، قالوا هو ده. اذا التجذر في العلاقات موجود، قديم عميق. نرجو الا تفسدوا الرياضه، لان الرياضه المفروض بتدعم مش بتفسد. ده الود والوداد، انه الاهلي باذن الله تعالى يبلغ المباراه النهائيه، اللي كمان الاتحاد الافريقي اعتبر مؤمن زكريا نجم الاهلي، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، هيكون سفير المباراة النهائية ويسلم كأس البطولة بإذن الله تعالى لزمايله وأصدقائه كباتن ونجوم النادي الأهلي إن شاء الله. مؤمن زكريا في خبر سار، بدأ يتعافى نسبيا، بدأ يدخل الجيمانيزيوم في النادي، بدأ يؤدي بعض التدريبات العلاجية بما يشي بإذن الله تعالى، إنه ماشي في طريق العلاج. أنا بتابع بتحسن، بتابع حالة مؤمن. في يعني بادرة لخبر طيب بإذن الله. وشفته وهو بيحاول يقف على جهاز التوازن برجل واحده وكده، كل دي مؤشرات. يمكن ده مؤمن في الجيم. هو اسم على مسمى. ربنا بيختبره. بيسلم عليك، امبارح كلمته والله شويه بيسلم عليك. طبعا مؤمن. قريب جدا من قلبي من زمان، ايام كان في قطاع الناشئين. ولعيب محترم جدا، ولعيب محترف جدا، يعني راجل يعني عارف دوره في الملعب، وكان من اللعيبه اللي ليها بصمه وليها تاثير جامد جدا، مفتقدينه. ربنا يرجعه لنا بالسلامه باذن الله. طيب، مباراه الزمالك والرجاء،
اتأجلت لواحد نوفمبر. الأهلي ما هوش طرف، لكن لما البعض يحاول يزج بالأهلي واحد نوفمبر، لما البعض يحاول يزج بالأهلي طرف في هذه المعادلة، لابد أن احنا نوضح المسألة، لأنه فعلا بكل الصدق نتمنى أنه النهائي يكون مصري خالص، على الأقل ده يكون لأول مرة في تاريخ البطولة أهلي وزمالك أو فرقتين من دولة واحدة يلعبوا المباراة النهائية في هذه البطولة الكبيرة. ده هيبقى شيء مهم جدا للكرة المصرية، وبإذن الله تعالى جماهير الأهلي نحتفل بهذا التتويج المستحق بالأرقام والحقائق زي ما حضراتكم شفتوا.